ده ممكن يكون مش مترتب، بس انا جوايا كام حاجه كده محشورين وعايزه اقولهم. دكتور الماده بيحشر لنا المحاضرات بتاعته في الايام اللي هي مش بتاعته اصلا في الاسبوع، علشان خاطر يخلص المنهج بتاعه وتاني يوم يعمل لنا كويز، ومستغرب ان مفيش حد حله او مفيش حد جاب الدرجه النهائيه. كل محاضره بتكون 100 سلايد او اكتر. حاجه يا فندم انا هذاكر كل ده امتى؟ ما انت كل يوم بتخليني اقعد 24 ساعه قدام اللابتوب علشان خاطر مستني قاعد تشرح، وعندي مواد تانية. والله انا عندي مواد تانية مش من الماده بتاعت حضرتك بس، والله حضرتك فاهم الموضوع غلط. يعني تضغطنا وتحشر لنا كل المواد دي ومحتاجنا كمان نذاكر في... طب اليوم خلص، ابقى انا هذاكر امتى مثلا؟ ها والضغطه دي يعني ليه ليه؟ وكمان تعمل لنا كويز ومتضايق ان مفيش حد حل، او متضايق ان مفيش حد جاب الدرجه النهائيه. وات في الاخر نطلع احنا المستهترين، احنا اللي ما بنذاكرش، احنا اللي مش عارفين مصلحتنا، احنا اللي عايزين نسقط. بجد هو ليه كل دكتور محسسني ان مفيش غير الماده بتاعته بس؟ يعني احنا ما وراناش حاجه غير الماده بتاعته، مفيش مواد تانية؟ في ايه؟ في انا اصحى الصبح بدري علشان خاطر يتعمل لي ميتنج تهزيق علشان مفيش حد حضر الكويز؟ والله كبرت الموضوع يا شباب. طب انت مصحيني عشان اتهزق؟ يا جماعه والله انتوا مش مصدقين ان احنا في العشرينات من عمرنا، ليه نتهزق؟ يعني احنا كبرنا على الموضوع، ما نتهزقش. معلش احنا كبار وعارفين مصلحتنا، اللي يحضر يحضر واللي ما يحضرش خلاص، ما هو احنا عارفين مصلحتنا. يعني اللي عايز يسقط يسقط واللي مش عايز خلاص، ما ليه بقى نتهزق؟ احنا كبار على الكلام ده، ما ينفعش. برضه لما محدش يلتزم او يفتح الكاميرا ويبقى قاعد بروفيشنال كده بلبس بروفيشنال وهو بيتكلم مع الدكتور وما يفتحش الكاميرا، ما يقدرش يفتحها مثلا، ليه يتقال اكتب اسمه في ورقه؟ ايه اكتب اسمه الورقه دي هتروح فين؟ طيب هتروح فين في الاخر؟ ما مصيرها تضيع. هما مش كانوا بيهددونا بالموضوع ده ايام المدرسه زمان؟ انتوا بتهددونا بيه واحنا في الجامعه؟ يا جماعه احنا في جامعه، والله احنا في العشرينات من عمرنا، ليه كده؟ ليه بتعاملونا كاننا اطفال؟ ما هو معامله الاطفال دي هي اللي بتخلينا نبقى كده. يعني انا لو شخصيه ملتزمه واتعاملت المعامله دي والله ما هلتزم. الا لما حد يجي يقول للدكتور تقول له والله انا على ايامكم كان عندي مصاعب الدنيا والاخره وتخطيتها وكنت بطلع من الاوائل. كل الدكاتره كانت بتطلع من الاوائل يا شباب. مش يعني هو انتوا ليه بتقارنوا نفسكم بينا؟ زمانكم غير زماننا. انتوا زمان كان عندكم كورونا، انتوا زمان كان عندكم محاضرات اونلاين اللي بتقعدوا قدامها وغصب عنكم بتناموا عشان صوت الدكتور بينوم. قال لنا ده انا على ايامي كان في حرب اكتوبر، كنت بذاكر تحت اللمبه السهاري وكنت بنزل احارب وكنت ماشي. كتر خيركم، ربنا معاكم يا رب، ربنا معاكم. بس احنا مالنا؟ زمانكم برضو غير زماننا، ظروفكم غير ظروفنا، حياتكم غير حياتنا. بتقارنوا نفسكم بينا ليه؟ انا جالي اكتئاب وانكزايتي وستريس بسبب الدراسه والجامعه دي واللي بيتعمل فينا. والله العظيم انا ايه عملته في حياتي في ال20 سنه ولا ال21 سنه من عمري؟ انا ليه انا عملت ايه في حياتي علشان خاطر يتعمل فيا كده؟